بعد صلاة الجمعة في المغرب أمام عشرات المساجد انتظمت وقفات تضامنية مع الأهل في غزة وفي الضفة الغربية وسائر المدن والقرى الفلسطينية المحتلة. هذه الوقفة على غرارها العشرات من الوقفات والمسيرات والفعاليات التضامنية لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الشهر أكتوبر الماضي. المشاركون في هذه الوقفات وغيرها من فعاليات تضامنية لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 من شهر أكتوبر الماضي. المشاركون يطالبون برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والدفاع ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة، ويشدون على أيدي المقاومة المستميثة في وجه بطش الاحتلال وجرائمه البشعة وحرب الإبادة التي يشنها بحق المدنيين. عالياً رفعت هنا الأعلام الفلسطينية وصدحت الحناجر ملأها بالهتاف والدعاء للأهل والإخوة في غزة. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة دشيرة وسط غرب المغرب.